عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا لاباس في صحة جيدة. دونك بعد ما تفرجتوا في الفيديو نتاع الأوبل كورسا الفيس ليفت، قلت لكم إنه ليكران سيستم تاع ملتي ميديا جديد باش نخليه في فيديو قصير وحده على خاطر فيه دي ديتاي باش ما نطولوش الفيديو الآخر. دونك توا باش نعمل لكم باش نوريكم ليكران الجديد نتاع الأوبل كورسا واللي هو معمول مع بيجو جروب سيرونتيس كامل، وباش تشوفوا شنو هي ليزوبسيون في ليكران هذيا وكاليتي تاع الكاميرا وكل شيء. يلا بينا قبل ما نبداو اشتراك في القناة، وكان ما تفرجتش في الحلقة نتاع الأوبل كورسا فيس ليفت تفرج فيها ولا ارجع للحلقة هذيا. يلا نبداو. دونك أول حاجة نعملوها واللي هي نخدموا الكهرباء، باش نوريكم كيفاش يشعل. شفتوا من هنا عندنا السيستم نتاع الكهرباء كونتور اللي اسمه كونتور والشيء هذاك ديجيتال، من هنا عندنا ليكخون. ليكخون قبل ما نشوفوا شنو هما الداخل عندنا دي بوطون من هنا واللي حاجة باهية حاجة عملية. عندنا تسكير الحلان، الفوليوم، عندي الدرايف، عندي مثلا الكهرباء ننزل انا مثلا على كهرباء يعطيني انا لي زوبسيون تاع الكهرباء، تراكشن كنترول، اوتوماتيك هيد لامب ديبينغ، فيهيكل تشيك مثلا ما يخدمش خاطر ما هو حتى فيهم حتى مشكل في الكهرباء، فيهيكل سيتينغ، سيفتي، كومفورت، هيد لايت. عندي مثلا هنا نرجع للاندرويد اوتو والابل كار بلاي واللي هما سون فيل ولا هكا فيهيكل ابس. عندي مثلا الابليكاسيون هذه واللي هي لهنا واللي هي نفس الاو، شفت الاو هذيك خاطرها الكتريك، دونك عندي يوريني الباتري نتاع الكهرباء والموتور نتاعها، فلو ستاتستكس اخر مره قداش كونسوميت الكونسوماسيون تاعي تاع كيلووات كيلووات اور بيغ 100 مع كل 100 كيلومتر. ومن هنا زاد عندي البروغرام اوف شارجينغ ستارتينغ تايم، نجم انا نعمل لها بروغراماسيون وقتاش الكهرباء تتشارج، هاكا نعمل بروغراماسيون من قبل. على الجناب عندي الوقت ما غادي، من هنا عندي السخانه، نرجع من هنا ننزل فوق عندي بلوتوث نقدر تكونكت تليفونك، عندي نافيغاسيون واللي هو ليكرون اريا نوت مابت. هاك شفتوا كيفاش بالرسمي الكاليتي نتاع ليكرون قوية بالدي. الصراحة الفرنسيس والالمان في الحكاية هذه يتميزوا برشا على اليابانيين والكوريين في حكاية الكاليتي نتاع لي زيكرون بالرسمي باهي برشا. اخذ سريع الاستجابة نتاعو، نرجع هاك مثال نجم نحط وين نحب نمشي يعطيني. شفتوا كيفاش عندي اوديو من هنا يعطيني الاوديو، وعندي مثلا نختار هنا وفي بالار دي اس بالاسامي والتصاور ليستا نختار سورس يو اس بي ايبود، شنو نحب نعمل اوبسيون راديو سيتينغز نعمل سيتينغز للراديو نتاعي، راديو ستيشن، ميوزك فايلز تحط انت تعمل تسجل الميوزك تحب عليها، مانجينغ فوتوز تحط تصاور وفيها دي بروفيل زاد. نرجع من هنا هكا هنا هذه تاع الميوت شفتها تنزل عليها هذه تاع الميوت ظهرت قبل نسخها تسكر الاكران ظهرت تاع الميوت. اما احنا كي نرجعوا في نرجعوا في معناتها في كي نرجعوا لل اها كي نرجعوا لهون كيما قاعدين تشوفوا فيها عندي دي بروفيل، عندي بروفيل 1 بروفيل 2 بروفيل 3، معناتها مثلا البو يحط بروفيل وحده، الام تحط بروفيل نتاعها، والطفل ولا الطفل يحط بروفيل نتاعو، وكل واحد عنده بروفيل نتاعو فيه ميوزيك نتاعو مثال فيه تليفون وابل كار بلاي نتاعو المابس البلايص اللي حاب يمشي لهم قبل يتسجلوا الدار مثال الخدمه اي حاجه فهمت. معناتها فيه دي كونفيغوراسيون بيرسوناليزي حلوين على الاخر. باي ذا واي الكبر نتاعو دي بوس، وفي الفيرسيون اقل اوبسيون الكبر يجي اقل شويه نصور 7 بوس حاجه هكاك. مثلا تو مثلا شوف الكاليتي تاع الكاميرا نتاعها، شوف كاليتي الكاميرا نتاعها نعطيها 6 على 10 الشيء هذايا. شوفوا 180 درجة ستاندرد رير فيو، نقص نحط 180 فيو 180 درجة زوم فيو زوم على الاخر وقت اللي نقرب مثلا نحب نعرف زوم اوتو مود فهمت. قول كي نحرك الفولون تاع الكهرباء الخطوط يتحركوا كيما قاعدين نشوفوا هما غادي كانت تلاحظوا معاهم هاك قاعدين يتحركوا مع هذا. هو بالنسبه للليكرون نتاع الكهرباء جوست حبيت نعمل لكم عليه فيديو وحده، مش حتى كان انت خديت الكهرباء وتحب جوست تعرف شنو الليكرون فيه يعطيك حاجه اخرى. سامحني سامحوني نسيتها واللي هي كليماتيزاسيون. دونك انا نرجع نحط بي من هنا ورجع من هنا للكليماتيزاسيون. سامحوني كي نحط انا من هنا كليماتيزور مثل منيو ولا اوديو ولا حاجه مثلا شفتوا يعطيني من هنا ال لافيشاج تاع كليماتيزاسيون، يعطيني لافيشاج تاع السخانه، لافيشاج تاع الفونتيلاسيون، اها نقصها من هنا من هنا، وعندي زاد نتاع شو اسمها هي نتاع نحي ذبابه، نحي ذبابه والا يمشي لراسك لوجهك قدامك اللي هو لايغاسيون والا تمشي ساقيك، ولا نحط لا سي ماكس اوتو اوبسيون معناتها برسمي تمبيراتور كونديشنينغ معناتها كل شيء ولا في الاكران. اول حاجه العمليه واللي عجبتني خلاو لي بوتون خاطر فما ناس كوم يعني اللي شيخو كورسا مو كان عنده مرسيدس وصراحه معناتها اللي شيخو كورسا كانت عنده كهرباء فيها دي بوتون، دونك خليو لي بوتون للناس اللي مازالوا مش مستنسيب 100% الكتريك 100% تكتيل.
اوكي هذا هو بالنسبه للكرون. تنسى تعمل اشتراك في القناه وتتفرج في الحلقه نتاع الكورس الفيس ليفت اذا فاتتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.